أعرب سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح عن الفخر بالأعمال الجبارة التي يتبناها النادي العلمي الكويتي بما يخدم أبناء وبنات الوطن الغالي. جاء ذلك في تصريح لسمو الشيخ ناصر المحمد أدلى بها للصحفيين مساء اليوم الاثنين عقب رعايته وحضوره افتتاح معرض مسابقة الكويت للعلوم والهندسة السابعة 2019 والذي ينظمه النادي العلمي الكويتي ضمن البرنامج الوطني لرعاية الباحثين والمبتكرين الشباب. وقال سمو الشيخ ناصر المحمد إن أبناءنا وبناتنا فخر لوطنهم الكويت واليوم نفخر بهم جميعا لما قدموه من إنجازات، متوجها بالشكر إلى رئيس مجلس إدارة النادي طلال الخرافي على ما يقوم به النادي من مبادرات وأعمال تخدم أبناء وبنات الكويت في هذه المرحلة العمرية. أفتخر شخصيا كما كنت في السنين الماضية بما رأيته من إنجازات لأولادنا وبناتنا، وأكرر وأقول بارك الله فيهم الجميع والجميع بالأولاد والبنات وكل الأخوة الكرام الدكاترة والدكتورات.